السلام عليكم، اخباركم يا شباب؟ قولي النتيجه وما تتكسفش والله، معلش. لا هي نتيجه واضحه يعني 2-0. كم 2-0 يا استاذ محمد. 2-0. اه 2-0 باللغه العربيه. 2-0. انا المسكين الغلبان اللي كان من شويه من الحلقه اللي فاتت، بس مش هعتزل يعني، بس بحاول يعني الحمد لله. 2 كم؟ 2-0. مين اللي غلبك؟ استاذ محمد عبد الحكم طبعا. انا تعبت منه والله، والله تعبت اليوم كله بيضيع على الفاضي يعني. بس بس على العموم زي ما انت سمعتوا 2-0، مش عاوز اروح برضه. هنشوف بقى ايه لما نروح ان شاء الله تبقى نتيجه كام صفر. لسه مين يا ابني؟ خلاص لسه، دي ماتت من زمان، دي ماتت واتدفنت وصلينا عليها.